السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبحت شيلات لاباس غاية الحمد لله. اليوم شيلت لكم وصفة المملحات تاع المهراس، هما الليمون تاعهم. نبداو بسم الله. عندي هنا 125 غرام تاع دهان، اللي بغيت تزيد تزيد، هذه بزاف هاد الكونتيتي تقدكم رمضان، كل واحد على حساب العائلة تاعه. عندي هنا حبة تاع بيض صغيرة، عندي هنا شوية فلفل كحل حار، عندي الملح، هنا عندي شيرة سنة تاع توم. اللي ما يبغيش التوم ما يديرش التوم، بصح التوم يعطيها واحد البنة شابة بزاف. هنا نعجنو قاع دوك الليمون عجينة ناخد تاعنا البيض مع الدهان. دوك نبدا ندير في الفرينة. الفرينة على حساب ما تكملكم العجينة، كي لاباط صابلي شوي هي الملح صحيح. هنا دوك العجينة تاعي نغطيها في البابي فيم ونروح نوريلكم الصلصة تاعها نعمرها بها ان شاء الله. هنا خواتاتي صاي شوفوا العجينة تاعي لميتها، شوفوا كي ولات كيما لاباط صابلي. هنا كاع نلمو عندي في البابي فيم. هنا الى العجينة ترتاح باش قدي تخدمي، خليها تريح حدود 10 دقائق ونولي معاكم باش نعمروها في الليمون ان شاء الله. هنا الشيلات صاي راني بديت نعمر في الليمون تاعي، هنا لي خادمة هادو. هنا دوك نولي نشوفو الشيلات، ديتكم هاكا شوية فهينة ضغطو زايرة وعمروهم كاع هاكا. زيرو لتحت باش يطلعكم هداك الزيادة الفوق. هنا بخدمي هكا قلعو هاد الزوائد. هنا عندي هاد المايا هادو لي كسخي كاعنا لي يجو هكا بوشهم كاري، ديرو في شوية فرينة وزيرو هكا من الداخل، زيرو غاية باش تجيكم هنا مسطحة من تحت. أستيس هادي شابة باش متجيكمش عوجة، تجيكم مسطحة. وقلعو هاد الزوائد كاع، هنشوفو كي جات هكا. نزيد معكم حبة هكا، كي زيرو زيرو هكا بصباعكم باش تطلع ما يقعدش من تحت العجين غليظ، باش يجي خفيف متجيش تاكلو غير العجين. هنا نقلع الزوائد تاع كما قلت لكم، هذه ديرها هنا في الفرينة وزيروا هاكا. ها شوفوا من الداخل كي تجي مسطحه، وزيدوا زيروا كما هاك وقلعوا دوك الزوائد. هما شوفوا ثاني خادمتهم هنايا. كنا كمل قاعد في العجينة تاعي نعمرهم ونعاودو ان شاء الله. هنا صا الشيلات عمرت قاعد دوك الليمون تاعي. هنا دروك نقلبو فرشيطة تقبوه من الداخل باش ما يتفخوناش، يدير تقبوه من الداخل. شوفوا من الداخل كي ديروا هذيك الاسيس كيجيو مسطحين هكا ما يجوش معوجين. هنا تقبوهم قاعد دوك نديرهم في الفريجيدار، يدير يقيحو واحد 5 دقائق هكا بابليس مت قد ما يقلبو رواحهم باش نطيبوهم. هذا هما هنا دوك نديرو في الفريجيدار يبردو ونطيبهم ونعاودو لي معاكم ان شاء الله. هنا الشيلات عندي هنا شوفو، انا عندي الزر تاع الدجاج مبغيتش نطول معاكم الفيديو، انا مطيباته. الزر تاع الدجاج ديرو في
داك كوكوط مينيت ولا طاجين، ديرو مع حبه بصله متوسطه، زوج معالق تاع زيت، مغرف شي معمره تاع دهان والحرور والملح وشويه قرفه، كيما تبغيش قرفه ما ديرش قرفه، ولاو طيبه. كي طيب انا اللي حفظت تاع درت لهنا في الروبوت تاعي، وانا ديك لاصوص تاعها اللي ديري معها شويه تاع لاصوص هنايا غير شويه. هنا عندي لا كريم فريش، هذه لا كريم فريش ولا اللي تعجبكم ديروها، والفرماج الفرماج الثاني اللي بغيتو ديروه. هنا دوك ندير درت هذيك لاصوص تاعي ونزيد لا كريم فريش ونشوف من بعد شحال نزيد. دوك انا قاع نبلع عليهم نحمهم ونعاود نولي معاكم. شوفو هنا، شوفو الشيء اللي انا طحنته بصح ما جابنيش القوام اللي بغيته، زدت هنا زدت مغرف تاع فرماج وزدت شويه تاع لاكريم فريش. دوك نوريكم القوام كي غادي يولي. صح الشيء اللي تشوفو هنا لاكريم تاعي كي ولات، قوام كي ولا شد روحه. هنا شوفو كي ولا، هنا صاي الشيلات. شوفو راني طيب لي فوندو تاعي طابو، هما لا شوفو هنا كي طابو شابين. هنا دروك لا ديكوراسيون، دوك هنا هداك لاصوص هاديك لي خدمتها بالجاج لاخر، هنا درتها في لابوش عمرتها. هنا عندي هادو لي شيبس، كاين عندي الزيتون هنايا خضر وكحل، هذا اللي بلا عرفه تاع الطاجين حنا نقولوا له. هنا شويه تاع جنجبيل، هنا نوع ما عندناش، هنا مايونيز. هنا اللي تبغي دير هاد لاطو شويه مايونيز كيما هكا، شويه هكا من الفوق هكا، ندير هنا في الجنجبيل كاري هكا زويق. تبغي دير فرماج غابي تاني ديريه. انا درت جنجبيل فرماج غابي ما جبنيش، ما جانيش غاير، نديرو هكا بالله عمروها هاي تاع غاير. هنا كاين ندير حبه زيتون، انا نديرها ديجا ندير وحده ديرها كحله. هنا لي شيبس ديروها كيما هكا من الفوق، والمعدنوس هكا. شوفوا خويتي ديك جات شابه متحوفه، حبه صغيره تعمر العين. انا نزيد معاكم حبه، انا تبغي ما ديروش الججلان، غادي نديرها هذه بلا ججلان. شوف هاكا هما، لا شوفو هاكا. هنا خواتاتي دوك نكمل قاع هادو لي فون دو طار تاعي تاع مهرس، نعمرهم ونسقمهم ونوريكم في صحن التقديم ان شاء الله. هنا صاي شيرات لي صالي تاعي راني كملتهم تاع المهرس. شوفو هنا كيجيو شابين، جاو صغار متحوفين، يجيو حاجة بريزونطابل في لاطاب تاعكم تاع رمضان. شوفوا هنا، شوفوا هادو هنا اللي درتهم بالججلان، وهنا شوفوا هادو اللي بلا ججلان، يجوا شابين للزوج كي يجوا ملاح. هنا الشيرات، نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تاع الملاحات تاع المهرس عجبكم ان شاء الله، جربوهم ما تندموش عليهم، شابين بزاف. سوتو هذاك السنه تاع التوم اللي درتها في لاباط جات بنينه بزاف ريحتهم، ما نقولكمش راه تشهي. جربوهم شيرات، ماشي غير بوله كل خطره ديروا حاجه. قارعوني ان شاء الله شي في الفيديو الجاي، راني غادي ان شاء الله كل هذا رمضان ان شاء الله كل يوم ندير لكم غوسه تاع الملاحات ان شاء الله. مع السلامه، صحه رمضانكم.